والآن نعلن عن بدء مراسم افتتاح البطولة وطابور العرض. Now we announce the opening ceremony and the team's parade. General organization and supervision by Media Music, Mr. Bilal Al-Tahawi, in cooperation with laser show by engineer Anwar Sulaiman, light show by engineer Abdul Imeri, sound system by engineer Michael Izzat, fire show system by Ahmed Al-Baghdadi.
أثينوس من ليبيا، فريق أساريا من ليبيا. فريق ساك من غينيا، فريق أنجس من كوت ديفوار، فريق الاتحاد المصراتي من ليبيا، فريق ساب من الكاميرون، فريق جنت ماري من مدغشقر، فريق جيسيارا من رواندا، فريق جي اس يو من كينيا، فريق السجون من كينيا، فريق الاسمنت من اثيوبيا، فريق موانزا من كونغو الديمقراطية، فريق نجوم نيمو من اوغندا، فريق بوليس من بوتسوانا، فريق روكونزو من برونزي، فريق سموحة من مصر، فريق السوحلي من ليبيا، فريق يو اس يو من اوغندا، فريق زد اي ام من زيمبابوي، فريق اسمبوير من كونغو الديمقراطية، ولايدا ديتشا من اثيوبيا، فريق النادي الاهلي من مصر، والآن مع الأغنية الرسمية للبطولة الإفريقية للأندية الأبطال الكرة الطائرة رجال في دورتها 38. I'm
كملي حلم ابتدى فينا وهيعيش بالسنين. اتحدى اي صعب عدي بالايام، لو حلم ضاع عادي لسه تديره قدام. عندك عزيمه تحقق الاحلام، صعب يبقى سهل بعد شويتين. قلب واحد افريقيا، حلم واحد افريقيا، عافر هتوصل ما في شيء والآن مع كلمة الدكتور مهند مجدي رئيس اللجنة العليا للبطولة وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي. And now the word of Dr. Mohammed Magdi, the president of the High Commat of the Championship and the member of الأهلي Board of Directors. معي مايك. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أقدم لسيادتكم تحيات جميع أعضاء مجلس الإدارة الموقر. دكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي. السيد موري كيتا رئيس لجنة الاحتكام بالاتحاد الافريقي. السيد احمد عبد الدايم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة. السادة رؤساء البعثات وممثلي الاندية المشاركة في البطولة. السيدات والسادة الحضور، اهلا وسهلا بكم داخل بيتنا الكبير النادي الاهلي العريق. ونتمنى من الله عز وجل ان يكون النادي الاهلي هو خير ممثل للاتحاد الافريقي في مستهل هذا الحدث العظيم للقاره السمراء. كما نتوجه ايضا بالشكر للاتحاد الافريقي على ثقتهم الغاليه في اختيار النادي الاهلي للعام الثاني على التوالي لاحتضان جميع الفرق المشاركة في هذا المحفل الكبير على أرضه وبين جدرانه. وفي النهاية نتمنى لجميع الفرق المشاركة التوفيق في البطولة الأفريقية للأندية الأبطال للكرة الطائرة في نسختها 38. Wish all the best of the all teams participating in the African Volleyball Championship in its 38th edition. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع كلمة الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي ونائب الاتحاد الدولي للكرة الطائرة. And now the word of Dr. عمرو علواني, the President of African Volleyball Confederation and Vice President of the International Volleyball Federation. بسم الله الرحمن الرحيم. الكابتن محمود الخطيب
رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. مسيو موريكيتا فايس بريزيدنت فيرست فايس بريزيدنت اوف افريكان فولي بول كونفدريشن اند ذا بريزيدنت اوف كنترول كوميتي فور ذيس تورنامنت. الاستاذ احمد عبد الدايم رئيس لجنة المؤقتة للاتحاد الاتحاد المصري والمدير التنفيذي للاتحاد المصري. السادة أعضاء مجلس إدارة اتحاد النادي الأهلي، السادة لجنة الحكام الاحتكام للاتحاد الإفريقي، Ladies and gentlemen, after greeting the distinguished guest and VIP of Ahli Club and FA and the CVB African Confederation, I have to come to the point to greet the most important item in this championship. 38th champion, club champion of Africa, it is historic. Dear Chief of Mission, coaches and players, referee, you are the core of this tournament. You are playing in the heart of Africa, Ahli, Cairo, Egypt. So welcome. I'm very proud that Ahli Club is organizing this for the second successive year. And I'm really appreciating their effort because it will be exposing all what we do in Africa, not to Africa, but even to the world. As you know, this tournament is broadcasted to all Africa and to FIVB website. So everybody is seeing you. Please play your game. Don't participate in a wrong way. Leave the referee, and I hope you can. You can play and enjoy the game in your second home. By the way, I congratulate all the team to come to our country because, as you know, Egypt and her president, Abdel Fattah el-Sisi, are the president of African Union for 2019. So welcome in the heart of Africa. So now, thank you for being here. Captain Khatib, thank you for hosting us. Distinguished African Confederation board members, thank you for helping us. And for the spectators, Al-Gumhur Al-Aziz, رجاء الالتزام بالروح الرياضية وإظهار مصر بالمظهر الرائق التي تليق بها في جميع المآكن الدولية. God bless you all and thank you. والآن يتفضل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بافتتاح البطولة. And now, Captain Mahmoud Al-Khatib, President of Al Ahli Club, announced the opening of the tournament. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله نفتتح بطولة أفريقيا للرجال رقم 38 بالتوفيق إن شاء الله. والآن انصراف طابور العرض. And now the end of the team's parade. مع انتهاء هذه الفعاليات نكون وصلنا لانتهاء مراسم حفل الافتتاح وتفصلنا دقائق قليلة عن انطلاق مباراة فريق الأهلي من مصر وفريق Angels from Cote d'Ivoire. And now, reaching the end of the opening ceremony after a few minutes separate us from tonight's match between Al Ahli Club from Egypt and Angels from Cote d'Ivoire. نتمنى التوفيق للجميع. We wish you all the best of luck. Thank you.
صورنا في كل مكان. افريقيا مجد شعب اصل كل الكيان. عاوزين نكبرونا لو لسه كمان اهدافنا كتير ولسه مكملين. كل